الله يكون انيان بخير. دير انا شفتكم، انا جيت واحد لاجونس غادي نوريكم هنا كيدير شحال الثمن ديال الديور. المهم اللي باغي يعرف اللي عايش هنا مغاربة اللي عايش هنا باغي يشري دار، ولا اللي كيفكر انه يشري دار هنا. كاين ناس بزاف هنا اللي يشريو الديور. غندوز من الجهة الاخرى، هادي كاينه الكرة، غندوز من الجهة الاخرى نتوما تشوفوا. هانتوما هنا انا نقلب باش تشوفوا مزيان. ها تشوف 210 الف تقريبا، ديك 220 مليون. ها بيسو ستودينتيس ان زونا روندا ميمين في 140 متر كاريه، اربع البيوت، جوج دوشات مفرش، في البالكون كاليفاكسيون سرادا دو كليماتيزاسيون ديالو خاصه به، كاليفاكسيون انديفيديال، كاليفاكسيون ديال اللي تابع الدار، كيدير 210 الف، 210 الف اورو. او جا في السنتر ديال المدينه، شوفوا هذا. مية وخمسين الف اورو، هانتوما شوفوا تقريبا ديك 155 مليون مغربيه. فيه اتيك، وهذا في الطبقة الأخرى، هذا جا فيه 78 متر، ثلاثة البيوت، جوج دوشات، كوسينا اوفيس بحال دوك لي كويزين ديال الميريكانيين، كاليفاكسيون انديفيزيو، كليماتيزاسيون، غاز، باركين اوبسيونال. الباركين إلا بغيتيه يبيعولك تا هو، مبغيتيش تا هو على حساب. عندو تيراسا بروبيا، تيراس كبيرة جا الفوق، وفيه جا هذا جا في بلاصه اللي فيها لا بيسين، زون اش نقول لكم فيرمي. 150 الف اورو، ها هما دايرين التصوير. ها الا كنتو كتشوفوا، شوفوا البيسين، ها الناس كيعوموا، شوفوا البيسين. 150 الف اورو هذا، شوفوا 78 الف اورو. هذا قال لك ابارتمون انتو سومي نويفو كون باركين اي تارسترو انكلويدوس ان بريسيو. هذا قال لك المهم ما قديم ما جديد، هذا ديك 15 عام ولا ماشي قديم بزاف. 70 متر، 70 متر كارية، جوج بيوت، دوش، كون هنا بانيرا راك عارف هذيك اللي كتعمرها بالماء وتقعد تدوش، كوزينا اندبندينتي، كوزينا بوحدها، ومفرش هذا، كاليفاكسيون انديفيديوال، فيه كليماتيزاسيون ديال الغاز، وفيه كليماتيزاسيون ديال الصيف، ديال الشتا وديال البرد، البالكون وفيه لاسانسور. 78 الف اورو، شو هذا؟ 96 الف اورو، 78 متر كارية، في 3 البيوت، جوج دوشات، لا كويسين، انديفيديوال كونساليدا كونساليدا غاليريا. الكوزينة عندها محلولة، ملي كتخرج كتلقى بحال قدام كدير بحال بحال الصالون قدامك، بحال يعني مفتوحة، وفيها كليماتيزاسيون، فيها البالكون، اسانسور. هانت شو هذا؟ 152 الف اورو، 52 الف اورو تقريبا ديك 160 مليون مغربيه. هذا قديم، هذا ريفورمادو، بيسو ريفورمادو، ريفورمادو يعني تعاود صلح مصلوح. في 120 متر، اربع البيوت، جوج دوشات، كوسينا اندبندينت، كوسينا هي لا كويزين، ومفرش هذا، كاليفاكسيون، فيه كليماتيزاسيون ديال الصيف وديال الشتاء. 152 الف اورو، هذا 138. هذا هو، هذا شوف 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 لا باركو عنده ولا هذا، شوف الباركو كي داير، الا كنتو كتشوفوا، شوف 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 الطبيعه مقابله على الباركو، هذا احسن، هذا هو، هذا حتى الثمن ديالو 138 الف اورو. ناري يا خويا، كنت عندي والله ما نزقلو. 110 متر كارية، ريفورمادو توتالمنتي ريفورمادو، مصلوح، اربع البيوت، دوبليس كواترو هابيتاسيونيس، دوبليس بيوت كبار،
جوج دوشات، كوسينا امريكانا ايكيبادا، كويسين ايكيبي فيها كل شيء امريكانيه، كاليفاكسيون انديفيدوال، كليماتيزاسيون ديال الغاز، وفرش البالكون اسانسور، عندو البالكون وفيه الاسانسور. شو الثمن؟ تقريبا ديك 140 مليون مغربيه. ابارتمون هذا 73000، هذا صغير غيكون. انزونا افينيدا كاتالونيا، هذا جا في واحد الشارع رئيسي 60 متر فيه، جوج بيوت، واحد دوبلي واحد انديفيدوال، واحد كبير فيه دوش واحد، كوسينا ايكيبادا، كويسين ايكيبي فيها كل شيء يعني ثلاجة كل شيء، ومفرش دار مفرشة، ريفورمادو تاهو مصلوح، فويغو اتيرا ان كوميدور، وي إيه بحال الشوميني، وعاد الكاليفاكسيون ديال الغاز. التراسيرو اش كاين التراسيرو؟ التراسيرو هو ان في البلاصة فين كيكونوا الكراج، فين كيكونوا الطونوبيلات باركين، تيديرو واحد البلاصة، كل واحد عنده بلاصتو، هذيك بلاصة كت كدير فيها ماتيريال ولا عندك شي حاجة كتحطو فيها، شي حاجة اللي ما بغيتش تحطها انت في الدار كتحطها تما. هذا تشوف 115 ألف أورو، تقريبا ديك 118 مليون، 95 متر كارية، راه كتبان لكم في الفيديو، ثلاثة البيوت، تريس أبيتاسيونيس، جوج بانيو، جوج دوشات، و كوزينة بيان سور، أوفيس إيكيبادا بحال ديك ديال الميريكانيين، كليماتيزاسيون ومفرش، الراسة فيها 30 متر، وي، البالكون فيه 30 متر كارية. شوف هذا 146000 أورو، تقريبا ديك 150 مليون مغربية، أنا أقرب لكم شوفوا 142 متر كارية، 4 أبيتاسيونيس، 4 البيوت، دوس بانيوس، كوندوتشا، جوج دوشات، اسمحوا لي، كاين دوش و تيكون مع التواليت، كاين جوج، كوسينا أوفيس، كوزين بحال داكشي ديال الميريكان، بالكون كبير، كليماتيزاسيون، تراسا انتيريور، تراسا يعني التراس كيكون كبير، و فيها كليماتيزاسيون، كليماتيزاسيون ديال الصيف ديال الشتاء، هنا الكراش، شوف الكراش شحال كيدير، 700 أورو للشهر، ما كيبان، ها هو، استوديانتيس، بيسو توتالمنتي ريفورمادو، إن زونا أو أوديتوريو، سيركا دي أونيفرسيتاديس، هذا تا هو هاد البيت، هذا الدار هادي مصلوحة، هادي باغي يكريها الطلبة الجامعيين، جات تا هو في هاد المنطقة. في السونتر فيها ربع البيوت، ثلاثة دوبليت وواحد انديفيديوال، يمكن نقولو دوبلي يعني كبير، كيكونو فيه جوج ديال الناموسيات الطلبة، بانيو كومبليتو، فيه الدوش، بانيو هو هدم تواليت، كوزينة، مفرش، بالكون، اسانسور، بوسيبيليتات بلاصه د الباركينغ، يعني داكشي كلشي، هما دابا عندهم هنا، هانتشوف 650 أورو، المهم كتبغي تكري الدار ضروري خص يكون فيها كليماتيزاسيون، هادشي ضروري، هذا دوبليكس سيمي نويفو إل باردينيز، كون تيراسا تريتار، هو من كتسمعو دوبليكس، يعني راه تيكون في تراسا، ها البالكون فيه 30 متر كارية، وشوفوا البالكون فيه 30 متر كارية، والدار يلاه فيها 70 متر كارية، فيها جوج بيوت، جوج دوشات، كوزينة، مفرشة الدار، كاليفاكسيون وكل شيء، هنا الدار ملي كتجي تفرش كتفرش ب كتفرش مدايرة ب كتكرا بالفراش ديالها، ضروري ملي كتجي تكرا، كاين اللي كيتكراو خاويين، ولكن خصك تشري كلشي، خصك تشري كلشي، كتبقى مالك الدعوة غالي. شوف هذا 130000 أورو، عارفين فيه 130000 أورو،
70 متر كارية، ثلاثة البيوت، دوش، كوزينة ومفرش، وعاد كليماتيزاسيون 130 ألف أورو. هذا 150 ألف أورو. 90 متر كارية وفيه ثلاثة البيوت، كوزينة، دوش وكليماتيزاسيون ديال البرد ديال الشتاء. ما كاينش هنا. هو انا لاحظتو راه كلشي الديور كاملا، انا لاحظتو راه الديور كاملا قدام، ما كاينش شي دار جديده. هادشي راه اللي كتشوفو نتوما راه الثمن، راه نص ديال الثمن ديال دار جديده. هادشي اللي شتو ها نتوما. بغيت نوريكم واحد القضيه، ايزيوا اش كيعني؟ راه داير نيميرو التليفون وكلشي. ايزيوا يعني للكراء، يعني باغي يكريو. شوف الكراج هنا واحد الظاهره، هذا هما الكراجات كبار بزاف، الدراجات كبار بزاف، كراجات كبار بزاف وما كيلقاوش اللي يكري لهم، كيلقاوش اللي يكري لهم. ها هو تانا، ها تشوف قداش، تا هو الكراء. كان سوبر ماركات هذا، كان ديال واحد الباكستانيين، وسد. شوفوا قداش تقريبا فيه ديك 90 متر وكاك، ماشي 90 متر كارية. هنا كاين الكراجات ما عليهمش الطلب بزاف، بصح كتقول له انا باغي نكري موجود ما فين، بنادم كيحل كيدير 4 شهور 5 شهور كيسد، ما كيتمشاوش عندهم. هما الشراء ملي كتبغي تشري كراج رخاص، ماشي بحال الديور. المغرب عندنا حنا العكس، المغرب حنا الكراجات رخص من الديور، هنا لا العكس تماما تماما، الديور غلا من الكراجات. راكم كيشتو كما قلت لكم، هذوك الاثمنه اللي كاين تم 140 الف اورو، 150، 160، 170، 180، 100 الف، 90 الف، هذوك كلهم حيت الديور قدام. هاد الديور قدام ماشي جداد، ما كانوا جداد غتسمع 300 الف اورو، 340، 350، 360، 400 الف، راه سيرت على 600 على حساب الدار. كاين الدار اللي راه واعر كيكونوا كبار بزاف، كيكونوا غاليين بزاف. اما باش تقول لي دار جديده وتشريها بهذا الثمن، مستحيل. واش تشريها ب 140 الف؟ لا. دابا هاد المغاربه اللي كيجيو يشريو الديور هنا، المهم راكم عارفين المغاربه بزاف اللي جاو لهنا شراو الديور، تبان كيشريو عاد ديور قدام حيت ما يقدرش على دار جديده. ومازال راه الهيه راه رخا في الجنوب، راه رخا على هنا، هذيك اندلسيه، مورسيا، هذوك المناطق تم الجنوب هذا مرخا على هنا، راه كاين الغلا. ها هو ثاني لوكال، شوف قداش الكراء، شوف قداش هنا كانت، شوف قداش. هاهو شوف قداش تقريبا فيه هذيك 90 متر، تا هو للكراء. راه شو الهي تاني الهي، شحال من كراج للكراء، كلشي داكشي اللي كتشوفو مسدود كلشي للكراء. ها انت شو الهي، راه عليه تاني كلشي للكراء. يعني هنا الأزمة الاقتصادية، هنا الأزمة الاقتصادية كتبان بزاف. هنا الكراجات موجود، بصح كتقول له انا باغي نشري ولا باغي نكري، سواء جديد ولا اوكازيون، بصح كتقول له انا باغي نكري ولا باغي نشري. حنا عندنا في المغرب العكس تماما، حنا عندنا في المغرب العكس تماما، الكراجات كيطيرو بهم باقا في البلان، وانا ما عرف فين تيقولك انا، بصح كتقول له انا باغي نكري. شنو غندير لكم واحد الفيديو في واحد الشارع، وشارع رئيسي تجاري، شارع رئيسي اللي تقريبا كراج حدا كراج، كراج حدا كراج، للكراء 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 للكراء، وما لقاوش اللي كريم، ما كاينش طلب والو، ما كاينش حتى الديور، راه ماشي حتى الديور ما كيتباعوش بزاف، كانوا كيتباعوا شحال. ما جيت تشري الدار هنا بصافك تقول له انا باغي نشري هنا، شنو المشكل اللي كاين؟ فين كاين الطلب؟ وكاين مشكل كبير هو انك باغي تكري دار، هنا فين كاين المشكل كيطرح، ما كايناش قلال وغاليين، وتلقاهم الصافي بغا يكريه لك، تقول له انا مغربي
كيغوش. هو هذا الاخوان صافي سالي الفيديو ديالي هنايا باش نطول عليكم ونبقى في الهضره حتى الفيديو تولي ليه نص ساعه. تهلاو فراسكم وشكرا على المشاهده، الله يعاونكم.